كواليفيكاسيون بليز او موا ضيعناها في الماتش الالي مالوريزمون عندنا ماتش تري مويان غاديكا الحمد لله هنا ورينا اللي جيست عاثره غاديكا مالوريزمون ما خلطناش نترشحوا نخدموا على رواحنا وكاو شو تقول جمهور ايطالي؟ ديجا برافو خاطر فريمون سي با ايفيدون باش يجي الراد سوني يعطيهم الصحة مالوريزمون نقولوا سامحونا ان شاء الله في القادم خير وكا. يسير الربيت نزل 6 دقائق ومن بعد شفنا كان 4 دقائق. شامل. يظهر لي ظروف ثلاثة اون بليس مش زاد 6 ولعبنا 3. هذيك هي قلت لك مالوريزمون اليوم عطينا لوبجيكتيف برانسيبال اليوم فهمنا الاولاد باش اللي عندنا كل نعطيوه. مالوريزمون سانا با سوفي كاو نكملوا على رواحنا نخدموا. كاو ربي 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 سهل في مخيره مالغري لي فور نتاع الاولاد ومالغري الفرص اللي خلقناهم ومالغري الجمهور اللي نشكره بالمناسبه اللي كان في المستوى واكثر زاد اليوم دز معنا من الاول حتى الاخر هذيك الكره احكام الكره احنا عملنا اللي علينا مالوريزمون النتيجه ما تبعتش خلقنا فرص عملنا كل شيء مالوريزمون الكره الاخرى كان فما ضغط على اللاعبيه طبيعي التسرع الاكسيتاسيون اللي نحبوا نسجلوا فيسا هذاك يمكن اللي خلانا المسألة الاخرى وتوش الاخرى ما كانتش موفقه. من الفاسون اللي خسرنا بها الماتش مش كاتاستروفيك يمكن ما لعبناش على امكانياتنا يعني لعبنا في الاهلي لعبنا في بلاتينيوم لعبنا في برشا ماتشات كنا نجموا نلعبوا ما خير يمكن برشا بريسيون في الماتش اللي دوماج معناها لازمنا نتعلموا من الماتشات نتاعنا نعرفوا كيفاش نوقفوهم ونحضروا لهم من كي نلعبوا على الاكستيريور فهمت دونك الاولاد ما شاء الله لاعبين الاقل واحد لعب 20 ماتش شامبيونز ليغ دونك نورمالمون موجوده الاكسبيريونس كم نتعلموا من الاغلاط نتاعنا مازال عندنا ما نصلحوا تو نركزوا على الشامبيون نتاعنا والكوب وان شاء الله العام الجاي نقدموا اكثر وعلى شلام من الزواج مالوزيمون ني با كاليفيي وا سي فريمون دوماج Parce que je pense que mes coéquipiers ont tout donné. Hein. Ils ont essayé de tout donner, ils ont tout fait, mais malheureusement, on n'est pas qualifié. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il manque l'étoile aujourd'hui? C'est l'efficacité. Il faut être clair, c'est l'efficacité qui nous a manqué aujourd'hui. On a fini toute la première mi-temps avec des bonnes occasions. Malheureusement, on n'a pas concrétisé. La seconde mi-temps, on a marqué un seul but. Et puis, bon, on a essayé de pousser, mais malheureusement, on n'a pas gagné. Tout ça a tiné, le cours a tiné. Le contre-attaque, ça a tiné. سايب راهو باش تعمل ليزوكازيون وتقدم ليكيب الكل وميم طون تخمم في الكونتراتاك هذاك هو اللي خدمناه بالكدا وعملنا ديزوكازيون مي يمكن توش الاخرانيه ولا الزهر ما تمش معنا كهو كما قلت 80 اللي هو البخومي اوبجيكتيف تاعنا شامبيونز ليغ باش توصل لبعيد مالوغوزمون ما وصلناش كهو لازمنا تو نخدموا مردود الحكم كان هزيل وتو تشوفوا انتم ديجا نحانا بيرانتي ما فيها حتى شيء النجم كان يعرف اللي باش تكون مقابلة صعيبة تحذرنا مي شنو تنجم تعمل إذا أنت عندك معناتها الموفيز فوا مانيفيست جاية من النهار الأول وسمعنا الكواليس اللي قاعدة تصير احنا احترمنا الميثاق نجم الصيح اللي عنده توا 30 عام يشارك في كأس إفريقيا الله غالب هكا واش حابني نقول لك أنت هذه فضيحة معناها يهز 6 دقائق ومن بعد ينحي لك معناتها بالكرونو وبالتلفزة باللي تحب أنت ما تصيرش هذه فهمت؟ مي بون الحمد لله هكا قدر الله ما شاء فعل ليتوال لعبت عملت ماتش به مجمل معناتها المقابله سيطرنا من الاول للاخر كره ما حبتش اربيتر عاونهم الحقيقه تتقال كان عندنا اوموا ضربه جزاء اباغ فما عديد الاخطاء اللي معناتها ما وقعش معناتها تصفيرهم فما وريق صفر ما تعطاهوش تعرف اللي المستوى نتاع الكومبيتيسيون هذايا اربيتر اذا ينحي لك بيلنتي وينحي لك دو ولا تروافات معناتها في الزون نتاعهم معناها ما ينجموش هما يطلبوا اكثر منهم عليها معناتها فينا المو ترشحوا هما في كلمه يظهر لي انسحاب مر بالنسبه للتوال خاصه على الروندمون اللي قدمته لهنا والله انسحاب مر ويظهر لي مقابله الذهاب هي زاد اللي اثرت برشا الحقيقه اليوم مقابله كبيره الجوريات الكل قاموا معناتها بمردود ممتاز الله غالبك وانسحاب مره ما ليتوال مش باش تقف الحمد لله معناها هذاك سلسله غير باش نكملوا نخدموا على رواحنا وان شاء الله القادم افضل نجم الساحلي.